السلام عليكم. تتم السلسلة اللي بدينا والعمل اللي بدينا ونكملوا مع المتراجحات ديال الدالة الأسية. اخترت لكم واحد ربعة ديال المتراجحات، نتمنى يعطوا إضافة ونتمنى تكون الإفادة فيهم. المترجحة الأولى exponential x ناقص 1 أصغر من أو يساوي 2. المترجحة الثانية exponential 2x زائد exponential x ناقص 6 أكبر قطعا من الصفر. المترجحة الثالثة exponential x ناقص 2 exponential ناقص x زائد 1 أصغر قطعا من صفر. المترجحة الرابعة exponential 3 x ناقص 6 exponential 2 x زائد 8 exponential x أكبر قطعا من صفر. إذن التلاميذ الأعزاء يديروا بوز حتى يديروا محاولة شخصية عاد يشوفوا الحل. لنبدأ. أولا لدينا نسميها E1 على اعتبار أن المترجحة بالفرنسية إنيكواسيون إكسبونونسيال إكس ناقص 1 أصغر من أو يساوي 2. إذا حتى هنا ما عندناش مشكل، دي دو E1 يساوي R. إذا نبدأ إكسبونونسيال x ناقص 1 أصغر من أو يساوي 2 يكافئ بالمرور عبر إلين مدام 2 موجب x ناقص 1 أصغر من أو يساوي إلين 2 يكافئ x أصغر من أو يساوي 1 زائد إلين 2. إذا S تساوي ناقص ما لا نهاية 1 زائد ln 2 مغلق، لأن ان أصغر من أو يساوي. ثانيا لدينا المتراجحة الثانية اسمها E2 exponential 2 x زائد exponential x ناقص 6 أكبر قطعا من صفر. نفس الشيء، إذن دي دو E2 يساوي R exponential 2 x زائد exponential x ناقص 6 أكبر قطعا من صفر يكافئ exponential x أس 2 زائد exponential x ناقص 6 أكبر قطعا من صفر. نضع t يساوي exponential x، إذن المعادلة تصبح المتراجحة t أس 2 زائد t ناقص 6 أكبر قطعا من صفر. دلتا يساوي b أس 2، إذن 1 أس 2 ناقص 4 مضروب في a مضروب في c تساوي 1 زائد 24 تساوي 25. إذن دلتا أكبر من صفر. إذن لدينا جدران تي واحد و تي اثنان. تي واحد يساوي ناقص بي، اذا ناقص 1 ناقص جذر مربع دلتا على 2 ا، و تي اثنان يساوي ناقص 1 زائد جذر مربع 25 على 2. إذن تي واحد يساوي ناقص 1 ناقص 5 على 2، و تي 2 يساوي ناقص 1 زائد 5 على 2. إذن تي واحد يساوي ناقص 6 على 2، و تي 2 يساوي 4 على 2. إذن تي واحد يساوي ناقص 3، و تي 2 يساوي 2.
جدول الإشارة أو جدول إشارة تي أس 2 زائد تي ناقص 6 هو كالتالي تي. إذن هنا لا نتحدث عن إكس، نتحدث عن تي. تي أس 2 زائد تي ناقص 6 ناقص ما لا نهاية ناقص 3 2 زائد ما لا نهاية، هادو الجدرين. إذن القاعدة ماذا تقول؟ إشارة أ خارج الجدرين، إذن زائد زائد عكس إشارة أ داخل الجدرين. إذن جدول إشارة إكسبونونسيال 2 إكس زائد إكسبونونسيال إكس ناقص 6 هو كالتالي. x exponentielle 2x زائد exponentielle x ناقص 6 في حالة exponentielle x. إذا رجعنا إلى تي 1 وتي 2، إذا exponentielle x يساوي 2 أو exponentielle x يساوي ناقص 3، وهذا غير ممكن، وبالتالي ناقص 3 لن يكون لدينا. إذن ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية 2. إذن هذا التعبير سينعدم فقط في 2، وبالتالي غيكون عندنا الإشارة ديال ناقص و إذن S يساوي 2 زائد اللانهاية. المترجحة الثالثة اسمها اي 3، عندنا اكسبونونسيال اكس ناقص 2 اكسبونونسيال ناقص اكس زائد 1 اصغر قطعا من صفر. دي دو اي 3 يساوي ار. اذن اكسبونونسيال اكس ناقص 2 اكسبونونسيال ناقص اكس زائد 1 اصغر قطعا من صفر يكافئ إكسبونونسيال x ناقص 2 على إكسبونونسيال x زائد 1 أصغر قطعا من صفر يكافئ إكسبونونسيال x أس 2 ناقص 2 زائد إكسبونونسيال x على إكسبونونسيال x أصغر قطعا من صفر، علما أن مهما يكون x ينتمي إلى R إكسبونونسيال x موجب قطعا. إذن إكسبونونسيال x أس 2 ناقص 2 زائد إكسبونونسيال x على إكسبونونسيال x سالب يكافئ إكسبونونسيال x أس 2 زائد إكسبونونسيال x ناقص 2 أصغر من صفر، باش تعطينا سالب على موجب تكون سالب. إذن إشارة بما أن المقام موجب قطعا، إذن إشارة هذا التعبير هي إشارة البسط. يكون هذا التعبير سالب إذا كان البسط سالب. إذا وضعنا t يساوي exponential x نجد ت أس 2 زائد ت ناقص 2 أصغر من صفر، دلتا يساوي ب أس 2، إذن 1 أس 2 ناقص 4 مضروب في أ مضروب في سي يساوي 1 زائد 8 يساوي 9 أكبر من صفر. إذن ت
تي أس اثنان زائد تي ناقص اثنان لها جدران مختلفان تي واحد و تي اثنان، حيث تي واحد يساوي ناقص ب، إذا ناقص واحد ناقص جذر مربع دلتا هو تسعة على اثنان أ هي اثنان، و تي اثنان يساوي ناقص ب اللي هي ناقص واحد زائد جذر مربع دلتا على اثنان أ. إذا تي واحد يساوي ناقص أربعة على اثنان، و تي اثنان يساوي اثنان على اثنان. إذن تي واحد يساوي ناقص اثنان و تي اثنان يساوي واحد. إذن سيكون لنا نفس المشكل الذي صادفناه في السابق. إذن جدول إشارة تي أس اثنان زائد تي ناقص اثنان هو كالتالي: تي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، تي أس اثنان زائد تي ناقص اثنان، ناقص اثنان واحد، إشارة أ خارج الجدرين عكس إشارة أ داخل الجدرين، إلا أنه بالنسبة لنا من غندوزو الإكسبونونسييل ليس لدينا هذا الحل ناقص اثنان. من هذا الجدول نستنتج جدول إشارة إكسبونونسييل إكس أس اثنان زائد إكسبونونسييل إكس ناقص اثنان. هو كالتالي: x then exponential x أس اثنان زائد exponential x ناقص اثنان، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية واحد، ستنعدم في واحد فقط زائد ناقص. نحن نبحث عن أصغر من صفر، إذن هذا هو المجال. إذن S تساوي ناقص ما لا نهاية واحد ومفتوح، لأن المترجحة كان فيها أصغر قطعا من صفر. حذاري من المرور من جدول إشارة T أس اثنان زائد T ناقص اثنان إلى جدول إشارة إكسبونونسيال X أس اثنان زائد إكسبونونسيال X ناقص اثنان. هناك أشياء يجب دائما أن نأخذها بعين الاعتبار. المترجحة الرابعة نسميها اي أربعة، لدينا إكسبونونسيال ثلاثة إكس ناقص ستة إكسبونونسيال اثنان إكس زائد ثمانية إكسبونونسيال إكس أكبر قطعا من صفر. إذن ديدو اي أربعة يساوي إر. نبدأ: إكسبونونسيال ثلاثة إكس ناقص ستة إكسبونونسيال اثنان إكس زائد ثمانية إكسبونونسيال إكس أكبر من صفر يكافئ إكسبونونسيال إكس عامل إكسبونونسيال اثنان إكس ناقص ستة إكسبونونسيال إكس زائد ثمانية أكبر قطعا من صفر. بما أن إكسبونونسيال إكس أكبر قطعا من صفر لكل إكس من R، فإن إكسبونونسيال ثلاثة إكس ناقص ستة إكسبونونسيال اثنان إكس زائد ثمانية إكسبونونسيال إكس أكبر قطعا من صفر يكافئ إكسبونونسيال اثنان إكس ناقص ستة إكسبونونسيال إكس زائد ثمانية أكبر قطعا من صفر يكافئ إكسبونونسيال إكس أس اثنان ناقص ستة إكسبونونسيال إكس زائد ثمانية أكبر قطعا من صفر. نضع ت يساوي إكسبونونسيال إكس، إذن نحصل على
المتراجحة ت أس 2 ناقص 6 ت زائد 8 أكبر قطعا من صفر. دلتا يساوي ب أس 2 ناقص 4 مضروب في أ مضروب في C يساوي 36 ناقص 32. إذن دلتا يساوي 4 أكبر من صفر. إذن التعبير ت أس 2 ناقص 6 ت زائد 8 له جدران ت 1 و ت 2، حيث ت 1 يساوي ناقص ب، إذن 6 ناقص جذر مربع دلتا على 2 أ، و ت 2 يساوي ناقص ب زائد جذر مربع دلتا على 2 أ. إذن تي واحد يساوي 6 ناقص 2 على 2، و تي 2 يساوي 6 زائد 2 على 2. إذن تي واحد يساوي 4 على 2، و تي 2 يساوي 8 على 2. إذن تي واحد يساوي 2، و تي 2 يساوي 4. ومنه جدول إشارة التعبير ت أس 2 ناقص 6 ت زائد 8 هو كالتالي: ت ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ت أس 2 ناقص 6 ت زائد 8 2 4. نفس الشيء إشارة أ خارج الجدرين عكس إشارة أ داخل الجدرين. إذن جدول إشارة إكسبونونسيال إكس أس 2 ناقص 6 إكسبونونسيال إكس زائد 8 هو كالتالي: إكس إكسبونونسيال إكس أس 2 ناقص 6 إكسبونونسيال إكس زائد 8 ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذن هنا قلنا أن الت هو إكسبونونسيال إكس، إذن إكس 1 سيكون إلين 2، وإكس 2 سيكون إلين 4، بمعنى 2 إلين 2. نفس جدول الإشارة الذي كان لدينا سابقا هو الذي سيكون لدينا حاليا. وبالتالي احنا في المتراجحة نبحث عن أكبر قطعا من صفر، إذن S تساوي ناقص ما لا نهاية لين 2 اتحاد 2 لين 2 زائد ما لا نهاية. كنتمنى هاد الطرق اللي شفناتهم زادتكم اضافه، اعطتكم فكره على كيفيه التعامل مع المتراجحات التي تضم الداله الاسيه. بالتوفيق، الى اللقاء.